Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل عام وحضراتكم بخير ويا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية، إزاي تبقى مزارع ناجح؟ إزاي تبقى مزارع عارف كل حاجة عن الزراعة بتاعتك؟ إزاي تقدر تحقق أعلى إيرادات وأعلى ربح من الزرعة بتاعتك؟ إزاي تختار الأرض بتاعتك؟ وإزاي تختار النبات الصح اللي هيجيب لك أعلى ربح بأقل التكاليف؟ كل ده هتعرفه ان شاء الله في الفيديو. كمل الفيديو للاخر، هتستفاد منه بمعلومات مهمه جدا جدا. وقبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس للقناه ليصلك كل جديد. ازاي تبقى مزارع ناجح؟ ازاي تقدر تحقق اعلى ربح من الزراعه بتاعتك باقل التكاليف؟ في شويه حاجات كده قبل ما نخش فيهم. المشروع الزراعي او الزراعه عامه تعتبر من اهم المجالات الاقتصادية اللي أي واحد بيبقى عاوز ربح أو عاوز يشتغل شغل خاص بنفسه أو عاوز يبقى معاه فلوس بمعنى صح بيشتغل في الزراعة، بيجيب أرض، بيشتري أرض سواء يشتريها أو يأجرها، بيبدأ يزرع، ما بيكونش عنده الخبرة الكافية في الزراعة، وبالتالي ده بيعود عليه بأضرار كتير، إن هو بيكلف بتكلفة زيادة عن اللزوم، بيزرع المحصول في غير مناسب، ما بيعرفش يسوق المحاصيل كويس، وبالتالي بيزهق من المجال كله لانه بيعود عليه ان هو ما بيحققش الربح اللي في دماغه. ان شاء الله اول حاجة عشان تبقى مزارع ناجح وتحقق اعلى ربح في الارض عندك، تختار نوع الارض. عندنا كذا نوع للارض، كل نوع بيختلف لمميزاته ولعيوبه، وكل نبات او في كل ارض بيتزرع فيها نباتات معينة. عندنا الارض الرملية تعتبر دي افضل الاراضي لانها بتكون جيدة الصرف، ما بتتحوش بمعنى صح، ما بتحوش المية فيها، ما بيبقاش فيها رطوبة زيادة دايما، ولان احنا عارفين ان الرطوبة الزايدة بتسبب اعفال للجذور وبتدخلنا في مشاكل كتير احنا في غنى عنها. وعندي الارض الطينية او الثقيلة، الارض دي بتبقى ارض خصبة اكتر من رملية، تبقى نسبة العناصر الغذائية فيها ازيد من التربة الرملية، ولكن الارض دي بتحتفظ بالمية بتاعتها، مش جيدة الصرف. لو حصل عندك امطار، لو زودت مثلا كمية المية، المية بتبدأ تحتفظ في التربة، او التربة بتبدأ تحتفظ بالمية فترة طويلة، وده بيسبب عندك اعفال للجذور ومشاكل عندك في النبات، بيخليك تزود التكلفة وبيقلل كمية وجودة المحصول عندك. وفي عندي الأراضي الملحية، أرض بس بتبقى نسبة الملوحة فيها عالية، والأرض الملحية مش أي نبات يتزرع فيها، والأرض السمراء أو الأرض الطينية الثقيلة مش أي برضو نبات بيتزرع فيها. يبقى أول عامل عشان تقدر تشتغل صح وتبقى مزارع جيد وتحقق أعلى ربح من الزراعة بتاعتك، إنك تختار الأرض المناسبة. في نباتات بتشتغل في الأرض الرملية كويس جدا، وفي الأرض السمراء أو الأرض الطينية برضو بعض النباتات اللي بتشتغل فيها بتبقى كويس، مش أي نبات يتزرع فيها، وهكذا في الأراضي الملحية والأراضي الجيرية أو الكلسية، وكل دي كلها أنواع للأراضي. وليكن أنت تشتغل عندك في أرض معينة، يبقى قبل ما تشتغل زراعة في الأرض لازم تبقى تعمل حاجة مفيش حد بيعملها، وأنا متأكد إن مش أي حد بيعمل الحاجة دي، إنك تحلل الأرض عندك. تحليل التربة هيفرق معاك جدا جدا جدا. إزاي؟ هتحلل التربة اللي عندك وهتحلل المية اللي أنت هتروي بيها عشان تعرف التربة ديت إيه العناصر اللي زايدة فيها، وإيه العناصر اللي منخفضة فيها، وإيه نسب العناصر الغذائية في التربة اللي أنت هتزرع فيها، وهتعرف أيضا نسبة النماتودة في الأرض ديت، لأن النماتودة احنا عارفين هي من أخطر الأمراض اللي بتهدد المحاصيل الزراعية بأكملها،
النماتودة. فلازم تبقى عندك محلل التربة، بتاخد عينات عشوائية من التربة عندك، تبدأ تحللها، تعرف نسب العناصر فيها، تعرف نسب النماتودة فيها، نسب الملوحة فيها. لازم تبقى عارف في التربة اللي انت هتزرع فيها كل حاجة، كل التحليل ده هتبقى عارف كل نسب العناصر فيها. ليه؟ عشان بناء على كده تبدأ تحدد الزرع بتاعك. مش عشان مثلا جارك زارع نبات معين، مش عشان زرع طماطم او المنطقه اللي انت فيها زارعين طماطم، يبقى انت تاخد ارض تروح زارعها طماطم من غير ما تعرف الارض بتاعتك نسب العناصر فيها ايه، ونسب الملوحه فيها ايه، ونسب النماتوده فيها ايه. كل دي اسباب يا اما بتنجح زرعتك يا اما بتخلي زرعتك تخسرك كتير جدا. يبقى نوع التربه وتحليل التربه من العوامل الاساسيه قبل ما تبدا تزرع. طيب حللت التربة وعرفت نسب كل حاجة، بناء على تحليل التربة اللي انت حللته هتبدأ تختار الزرع بتاعك. في مثلا لو نسبة الملوحة فيها عالية، يبقى في نباتات بتتحمل الملوحة العالية وفي نباتات ما بتقدرش تتحمل الملوحة اطلاقا. يبقى بناء على تحليل التربة اللي عندك انت هتبدأ تحدد الزرع اللي انت هتزرعه، مش اي محصول. اللي انا او الشائع في كل الدول او في كل الاماكن ان كل منطقة بتبقى مشهورة بزراعة حاجة معينة، وده في حد ذاته انا شايف ان هو حاجة مش صح. يعني المنطقة كلها زرعة مثلا فلفل، المنطقة كلها زرعة فلفل، وبالتالي كمية الفلفل في السوق هتبقى كتيرة، وبالتالي سعر الفلفل هيبقى قليل. فاذا المزارعين هم اللي بيحددوا الاسعار. ليه؟ ده عبارة عن عرض وطلب، كل ما كمية الحاجة زادت كل ما سعرها قل، وأيضا العكس، كل ما كمية الحاجة بقت قليلة كل ما سعرها يزيد. إذا أنت هتبدأ تزرع نباتك بناء على تحليل التربة اللي أنت حللته، وبناء على دراستك الكافية للنبات هتعرف النبات ده تكلفته إيه. لازم تبقى عارف تكلفة النبات من أول الشتلات وخدمة الأرض وتكلفة كل حاجة، السماد البلدي والسماد العضوي والسماد الكيماوي، كل ده انواع اسمده، الشتلات او البذور، العوامل التانية زي مثلا العزيق والحرث والكلام ده كله، كل ده تكلفه في زراعتك للارض. ايضا العماله، نبات في نبات مثلا بيحتاج عماله كتير طول الموسم، في نبات بيحتاج عماله قليله، في نبات تسويقه سهل، في نبات تسويقه صعب. كل دي عوامل انت لو لازم تبقى حاططها قدامك قبل ما تبدا تزرع الارض بتاعتك، عشان بناء عليه انت ما تخسرش نفسك وترجع تقول ده مشروع الزراعه ده مشروع انا بخسر فيه، او مزروع فاشل، او مشروع فاشل. لا، هو مش مشروع فاشل ولا حاجه، ولكن انت اللي بتشتغل غلط، انت اللي بتشتغل شغل عشوائي. جارك زارع حاجه فانا هزرع زيه، حتى لو خسرت. في مزارع بيبقى هو كل سنه لازم يزرع بطاطس، لازم كل سنه يزرع خيار، لازم كل سنه يزرع فراوله. طب ليه انت بتعلق على نبات معين؟ طب ما تاخد خبرة في كل النباتات عشان تبقى انت عارف. كل الناس زرع مثلا طماطم، وبالتالي كمية الطماطم بتزيد في السوق، وبالتالي سعرها بيبقى ببلاش، فانت بالتالي بتخسر. العائد بتاعك من الزرعة دي ما بيغطيش النفقات او التكلفة اللي انت كلفتها على الفدان بتاعك، وليكن فدان. يبقى انت لازم تبقى عارف كل دي عوامل بتخليك انت كمزارع ناجح تقدر تحقق اعلى ربح من الزراعة بتاعتك. طريقة تسويق المحصول، هل المحصول ده ليه سوق؟ هل المحصول ده بيتباع؟ هل المحصول ده بياخد وقت لازم يدخل مخازن الأول ولا بيتسوى على طول؟ هل المحصول ده بيتصدر ولا شغله كله محلي؟ كل دي حاجات انت لازم تبقى عارفها في المحصول. ما تزرعش زراعة عشوائية، ما تزرعش بناء عن دماغ حد تاني أو تفكير حد تاني. كل واحد بيكون له دماغ، وكل واحد بيكون له تفكير، وكل أرض مختلفة عن الأرض اللي جنبها. تحليل الارض دي غير تحليل الارض دي غير تحليل الارض دي، وبالتالي انت مالكش دعوه باللي جنبك او جارك او قريبك او او او. كل دي حاجات انت شغال بنفسك، انت اخترت المجال، انت اشتغلت او عاوز تبدا مثلا في مشروع زراعي، يبقى انت لازم تشتغل بدماغك، انت تشتغل بالمكان اللي انت هتزرع فيه. زي ما قلت لحضراتكم، تختار نوع التربه، تحلل التربه، تعرف التربه ديت ايه اللي فيها. مش يمكن ملحتها عاليه جدا ما ينفعش تزرع مثلا فيها اي نبات، مش يمكن فيها نسبة نيماتودة عالية جدا هتحتاج منك تكلفة كتير جدا جدا وبالتالي ده هيخسرك في الاخر، مش يمكن الارض ديت مثلا بتحتفظ بالمية بتاعتها فترة طويلة هتسبب لك اعفان وبرضه هتزود عليك التكلفة.
كل دي حاجات لازم حضرتك تبقى عارفها. ايضا من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى عارفها سعر المحصول اللي انت هتزرعه. هل المحصول ده بيبقى سعره الطبيعي اللي ماشي كل موسم بيبقى سعره كويس هيغطي لي؟ لازم تبقى حاسب كل حاجة، تعمل دراسة للزرع قبل ما تبدأ تزرع الزرع، تحسب كل التكلفة. وليكن انت هتزرع فدان، الفدان ده مثلا انت مأجره، هتأجر فدان هتزرعه وليكن طماطم، يبقى انت لازم تبقى حاسب الإيجار، تمام، إيجار الأرض دي مع الخدمة بتاعتها، الحرث والسماد وكل ده لازم تبقى حاسبه. أيضا المية، هل شبكة تنقيط أو غمر أو كل دي حاجات في التكلفة، يبقى أنت لازم تحسب ده كله. البذور أو الشتلات أيضا بتضيف للتكلفة. طول الموسم السماد ده عاوز إيه؟ عاوز عمالة قد إيه؟ عاوز مبيدات قد إيه؟ عاوز مغذيات قد إيه؟ كل دي لازم تحسبها. وفي الآخر أنت حسبت التكلفة الإجمالية للفدان عندك، هتيجي للناحية التانية وليكن هتعرف المتوسط إنتاج الفدان من الطماطم. أنت إحنا بنتكلم في مثلا زراعة الطماطم، أنت زرعت فدان طماطم، أنت هتعرف وليكن فدان الطماطم مثلا بيجيب 10 طن، وليكن مثال بيجيب 10 طن، أنت مثلا هتشوف الطن بيبقى المتوسط بتاعه من 4 لـ7، فأنت هتاخد متوسطهم، وليكن 5 جنيه، يبقى أنت هتضرب 4 طن في 5 جنيه، وليكن هيدوني بـ10 تلاف جنيه، يبقى أنت تشوف ده بيجيب 10 تلاف جنيه وأنت صرفت عليه 11 ألف جنيه، يبقى ده ينفع يتزرع ده ما ينفعش يتزرع، لأن أنت كده هتدفع فلوس من جيبك وهتخسر. فأنت لازم تبقى حاسب كل التكاليف عندك من بداية الأرض، سواء إيجار، سواء زي ما قلنا تنقيط أو طريقة الري، سواء خدمة، عمالة، كل دي، نقل وجمع وحصاد، وكل ده لازم تبقى حاسبه في التكاليف. وتعرف أيضا متوسط إنتاج الفدان عندك هيبقى كام، تضرب في السعر المتوسط الطبيعي بتاعه كل سنة، وتعرف انت كسبان ولا انت خسران. وبكده انت لازم تخش في الزرع، يا اما تبدأ تزرع يا اما تشوف زرع تانية او تشوف ارض تانية لو التحاليل في نسبة نيماتودة او ملوحة او عالية. يبقى دي كلها اسباب هتخليك مزارع جيد، هتخليك تكسب مش هتخسر. لان انا شايف ان اغلب السادة المزارعين بيندموا ان هما بيزرعوا، زعلانين، شايلين هم الدنيا كله، لان الزرع كل سنه بتخسر. طب ما انت اللي معلق على زرعه واحده، البطاطس كل سنه بتزرع بطاطس، كل سنه بتزرع بطاطس، طب ما تغير، شوف، حلل الارض، اعرف التكلفه، اعرف مش عارف ايه، اشتغل صح عشان تحقق الربح اللي انت عاوزه. وبكده انت هتبقى شغال صح، واتوقع لك او مليون مليون في المية ان انت هتكسب في نهاية الموسم لو اشتغلت بالطريقة الصح وعملت كل العوامل الصح. وبكده ده موضوع مختلف عن المواضيع السابقة حبيت أتكلم فيه، عشان أغلب الناس بقت تشتكي من الزراعة، والزراعة ما بتجيبش عمها، والزراعة والزراعة. أنت اللي شغال حضرتك غلط، أو أنت اللي بتزرع الزرع الغلط، أو أنت اللي شغال في التربة الغلط، دي كلها حاجات بتخلي نهايتك خسارة. ولكن لو مشيت على القواعد اللي احنا قلناها واتكلمنا فيها، ان شاء الله هتبدأ تبقى زراعي جيد جدا، عارف كل حاجة وعندك خبرة، وهتقدر تحقق اعلى ربح من الكلام اللي احنا قلناه. وبكده يكون الموضوع انتهى، واتمنى يكون الموضوع ده افاد الناس. وما تنساش دعمك بالاشتراك وتفعيل الجرس في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.